كما اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر ليست سوقا ضخمه فحسب مشيرا الى ما تمتلكه البلاد من قوه عامله واعده. وخلال مداخلته باحدى جلسات مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي اشاد الرئيس السيسي بقوه وصلابه الشعب المصري الذي واجه العديد من التحديات منذ عام 2011 بما يؤكد ان مصر بيئه امنه للاستثمار. 70% من شعبنا أقل من 40% أقل من 40 سنة وده يعني أمر واعد جدا جدا لأي مستثمر عايز يجد قوة عاملة بتكلفة معتبرة بتكلفة مالية معتبرة لكن الكلمة المهمة اللي أنا عايز أقولها في مع كل اللي اتقال من النهاردة وهيتقال إن هنا لازم نبص على إن في شعب شعب في مصر بقاله أكثر من 12 سنة صلب وصامد ومتطلع إلى مستقبل أفضل وده يمكن أكتر نقطة اسمحوا لي أن أنا أشير ليها هنا التحديات اللي قابلت مصر من 2011 لغاية النهاردة تحت ضخمة جدا وهي أتصور أن هي اختبار نجح فيه المصريين وبيأكد للمستثمرين أن البيئة بيئة الاستثمار آمنة ومستقرة مش بقدرة الدولة يعني مؤسسات الدوله لا باراده شعب الشعب المصري شعب قوي صامد تحمل تبعات وتحديات ضخمه جدا في بعضها هو مش مسؤول عنها على الاطلاق